من قناة الرافدين الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي العراقي عاجز عن تغيير سياسته المالية بسبب محدودية العقول التي تديره، لذلك ألقى التهمة على المصارف أمام الفيدرالي الأمريكي. وأوضح الخبراء أن إجراءات البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي تمثل إبادة للقطاع المصرفي العراقي، مشيرين إلى أن ما دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات معينة هو عجزه عن وضع آلية للتجارة مع إيران وسوريا وإيقاف التهريب وفتح آليات جديدة. وأشاروا إلى أن البنك المركزي بدأ بسحب الآليات من السوق الموازية لمنع وصول الدولار إلى المواطن. كما طالب خبراء اقتصاديون بوضع سياسة تنموية واستثمارية شاملة تعمل على التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية العراقية، بما يسهم في تقليص معدلات الفقر المرتفعة بشكل كبير في العراق. وأكد الخبراء أن سوء إدارة الثروات المهولة واستشراء الفساد وعجز الحكومات المتعاقبة في محاربته يعد من أبرز أسباب الفقر والبطالة وزيادة الفوارق بين العراقيين، داعين إلى اعتماد برامج واستراتيجيات إصلاح كبرى تخلق فرص العمل وتشجع الاستثمارات وتوظف الثروات في إطار تنمية مستدامة. كشف خبراء مصريون عن ارتفاع معدلات الفقر المدقع بين الأسر المصرية مع تراجع قيمة الدخل بالنسبة إلى زيادة الهائلة في ارتفاع أسعار السلع الرئيسة وارتفاع معدلات التضخم إلى معدلات قياسية غير مسبوقة. وأوضح الخبراء أن جميع المصريين يعانون من التضخم الذي طاول جميع السلع والخدمات، وبينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة زيادة أسعار السلع الأساسية، يتوجه المزيد من أصحاب الدخول المتوسطة إلى الوقوع في براثن الفقر على حد تعبيرهم، مقدرين عدد الذين يعانون من الفقر في مصر بنحو 37% وفقا لعدد السكان الرسمي لهذا العام. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات بقصف مستشفى في غزة، ما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة. وزادت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل 2.3% لتصل إلى 91 دولاراً و97 سنتاً للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.6% لتصل إلى 88 دولاراً و92 سنتاً للبرميل. والآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ومع أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.